مالك يا هدى؟ مفيش. يعني ايه مفيش؟ قلت لك مفيش يا شريف. هدى انا نفسي افهم دماغك دي فيها ايه. عايز اسالك سؤال وتجاوبيني عليه اجابه منطقيه مره واحده بس، انت زعلانه من ايه؟ ايه ده؟ يا دي دماغ هدى؟ والله انا كنت فاكرها فاضيه. مساء الخير. مساء النور. لا انا مش بمسي، انا بسال لان انا سؤال، والسؤال بيقول، قصدي انا بقول، هدى زعلانه ليه؟ اجابه لو سمحتم. ده سؤال ما يدخلش دماغي اصلا. لا ما هو مش مقصود انه يدخل دماغ حضرتك، المقصود انه يدخل دماغ هدى. طب ما احنا دماغ هدى. ما شاء الله انا خدت بالي، انتوا فعلا نفس الدماغ. طيب ممكن اجابه عشان اتكل على الله؟ ارجع يا استاذ للي سالك قول له مفيش. لا ما حضرتك مفيش دي مش اجابه، معلش انت ما يرضكيش ان عيشي يتقطع، ولا انت عايزاني اقعد جنب الاسئله اللي محدش بيجاوب عليها، اللي هو مش هنفرح بيكي بقى ومفيش حاجه جايه في السكه؟ لا 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 معلش، انا سؤال محترم. والنبي الشريف ده طيب وابن حلال وبيحبني. ممتاز. كان بيحبني بس الظهر خلاص راحت عليا. هو صحيح نسي هديه عيد جوازنا للمره الثالثه، بس هو معذور، اخر 3 سنين بقى مشغول في الشغل جدا. ايه ده؟ حضرتك شكلك فاهمه. ممكن لو سمحت تمليني الاجابه كده بنفس الطريقه؟ انا بالنسبه له بقيت زي الكنبه، حاجه رخيصه سهله مضمونه، يجيب لها هديه ليه؟ يا اختي الموضوع ده خلص من 8 شهور، بطلي هري بقى. بس ما فكرناه عرف غلطته وجاب بدل الهديه 2. طب يعني انا اكتب ايه؟ ولا هو في زعل اصلا ولا مفيش؟ انا عايز اروح. يلا عشان الدماغ بقى لها يومين تضرب تقلب، عايزين نلحق ننشر الهموم علشان تلحق تنشف، عشان شكلها كده هتمطر. يا فندم انا شايف الدماغ نظيفه ما شاء الله، هي بس زحمه ومش مترتبه. استحسن تمشي من قدامي عشان هرمونات الدنيا كلها بتتنطط في وشي. طب وهي الهرمونات دي معديه ولا عادي؟ محدش حاسس بيا. ياما عملت شعري وما خدش باله غير لما قلت له، ولا عمره جاب لي بوكيه ورد من نفسه. انا عملت رجيم 4 ايام، خسيت 200 جرام وهو ولا خد باله. هو الرجيم ده انا كنت عاملاه عشان مين؟ عشاني ولا عشان؟ لا رد بقى، رد بقى، مش انت السؤال، انت هترد عليا دلوقتي. عملته عشان مين؟ عشاني ولا عشانه؟ عشان طب انا مش عارف اكتب حاجه ولا اقول ايه في البتاع، وهرجع ازاي؟ يا نهار ابيض، دي شكلها فعلا هتمطر. ساعة مطر يا رب. ايه ده؟ انت بتعيطي ليه كده؟ ايه يا حبيبتي؟ هو انا زعلتك للدرجه دي؟ طب خلاص خلاص، معلش ينقطع لساني يا ستي عشان خاطر ازعلك بالشكل ده؟ طب يا رب اموت يعني لو لا ما اقدرش اشر عليك. يعني انت مسامحاني؟ ما اقدرش ازعل منك اصلا. خساره، مفيش دم خالص. نعم حياتي، والله العظيم انتوا قعدتكم حلوه وما ينشبعش منها. ايه الجمال ده؟ يا ولاد الايه؟ والنبي انت عسل، ده انتوا طلعتوا دماغ بجد. ايه النور ده؟